السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا معكم في الكاخويز، وهذه حلقة جديدة على قناتي مارك فوركي. أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحلقة أصدقائي سأريكم 5 تقنيات يجب عليكم أن تجربوها في عام 2021. لن أطيل عليكم، تعالوا معنا نبدأ الفيديو. ولنبدأ مباشرة مع أول تقنية، وهي تقنية 1K، وهي تقنية من ابتكار الشركة الأمريكية ميلواكي، وهي عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية يمكنك من خلاله التحكم الكامل في إعدادات أجهزتك وأدواتك، حيث يمكنك التحكم في شدة العزم، سرعة المحرك، الاطلاع على مستوى البطارية وحرارة المحرك كذلك. كما يمكنك أيضا حماية أدواتك من السرقة عبر خاصية التتبع وتحديد المواقع الجغرافية. تابعوا معا لنشاهد هذا المثال، حيث سيتم ربط الهاتف مع جهاز الدريل أو الفيسوز عبر تطبيق 1K، يمكنك تحميله من جوجل بلاي. يتم الربط بين الهاتف والجهاز عبر شبكة الواي فاي. نقوم أولا باختيار الجهاز الجديد من لائحة الأجهزة التي تم ربطها سابقا بهذه الطريقة. نقوم بالنقر على إعدادات الجهاز، ومن هذه النافذة يمكنك التحكم في كل شيء. سنقوم بتحديد أقصى وأدنى سرعة للمحرك، سرعة استجابة زر تشغيل الضغط، وشدة الإضاءة. ننتقل للإعدادات المتقدمة. لو تلاحظون معي أن هنالك أرقام من 1 إلى 4 متواجدة في الدريل أو الريسوز، والتي تمثل الأرقام المتواجدة على التطبيق، ووظيفتها كالتالي. أنا مثلا أستعمل 3 أنواع من الريشة بشكل دائم: ريشة حفر الجدران، ريشة الخشب، وريشة صغيرة جدا أستعملها في صناعة الحلي والتحف. ريشة حفر الجدران تحتاج إلى سرعة كبيرة وشدة عزم أكبر، بالإضافة إلى خاصية الطرق. أما ريشة الخشب فتحتاج إلى سرعة كبيرة لكن لا تحتاج إلى خاصية الطرق. أما الريشة الصغيرة فتحتاج إلى سرعة متوسطة وشدة عزم ضعيفة حتى لا تنكسر. فبإمكاننا هنا حفظ خصائص الريشة الأولى على الرقم 1، وخصائص الريشة الثانية على الرقم 2، وخصائص الريشة الثالثة على الرقم 3. وعند رغبتي في استعمال أي ريشة من هذه الريش من هذه الريشات، أقوم مباشرة بالضغط على الرقم الخاص بها على الجهاز. مذهل، أليس كذلك؟ الجهاز الثاني إيرلس سبراي، ويعني رش الطلاء بدون هواء. كل من سبق له أن تعامل مع أجهزة رش الطلاء يعلم جيدا أن أجهزة الطلاء تحتاج إلى ضخ الهواء، إما عن طريق أنابيب الهواء المضغوط أو عن طريق المحركات، لكن هذا الجهاز يقوم بضخ الطلاء مباشرة بدون هواء عن طريق محرك مخصص لذلك، ويمكن رش الطلاء لمسافات أبعد وبجودة أحسن وفي وقت قياسي. سعر الجهاز يبدأ من $237، أي 4 ملايين. ننتقل إلى التقنية الثالثة، وهي الطابعة ثلاثية الأبعاد، وهي إحدى تقنيات التصنيع، حيث يتم تصنيع القطع عن طريق تقسيم التصاميم ثلاثية الأبعاد إلى طبقات صغيرة جدا باستخدام برامج حاسوبية بطباعة الأجزاء واحدا فوق الآخر لتشكيل المجسم. الجميل في الأمر هو أنه يمكنك تصنيع أي جزء في مشروعك، إن كنت نجارا أو حدادا أو حتى هاويا، وأي فكرة في بالك يمكن تجسيدها إلى واقع أنت وخيالك وفكرك. كما يمكن للطابعة طباعة مجسمات تتكون من عدة أجزاء متحركة. يتراوح سعر الطابعة ما بين $170 إلى $500، أي من 3 ملايين حتى 8 ملايين. ننتقل إلى التقنية الرابعة، وهي عبارة عن جهاز دريل ذكي، أو لنقل سمارت دريل. بعد السمارت فونز نصل الآن إلى سمارت دريلز. المهم، الجهاز مقدم من شركة روبوكس الكندية، وهي عبارة عن جهاز يحتوي على شاشة ذكية يمكنك التحكم في إعدادات الجهاز، سرعة المحرك، شدة العزم، وأشياء كثيرة أخرى. كل ما عليك هو اختيار المادة التي ستعمل عليها، إن كان خشب أو معدن أو حجر، ليتم ضبط الإعدادات تلقائيا من شدة العزم والسرعة وغيرها.
يحتوي جهازه على سرعة محرك ممتازة تصل إلى 2000 دورة في الدقيقة وبطارية ليثيوم أيون 21 فولت تستغرق فقط 45 دقيقة للشحن. من ضمن المميزات التي يحتويها الجهاز أيضا هي الميزان الإلكتروني الذي يمكنك استعماله في الحفر بزاوية قائمة إن كان عموديا أو أفقيا، كما يمكنك أيضا معرفة عمق الحفر وذلك من خلال الليزر المثبت في مقدمة الجهاز. تأتي الشاشة بطبقتي زجاج حماية، الطبقة الأولى تأتي أعلى الشاشة وهي مضادة للخدوش، والطبقة الثانية هي طبقة قابلة للنزع وهي مضادة للكسر. يأتي الجهاز بعدة عروض، يمكنك الحصول على الجهاز وبطارية واحدة وشاحن بسعر أولي $291. العرض الثاني يتضمن بطارية وشاحن وحقيبة لحمل الجهاز بسعر $328. أما العرض الثالث يتضمن بطاريتين شاحن وحقيبة حمل بسعر $400. أما العرض الرابع بطاريتين وشاحنين وحقيبة بسعر $437. كل هذه الأسعار أولية وقابلة للتغيير. تأسست الشركة في جويليا من عام 2016 وستبدأ في التسويق والبيع في شهر مارس من عام 2021، أي ابتداء من هذا الشهر. لكن لحد الآن أو بالأحرى لحد تسجيل هذه الحلقة لا تواجد للجهاز في الأسواق الإلكترونية المشهورة أمازون، علي إكسبرس وإيباي. وسأضع لكم رابط الموقع الرسمي للجهاز في صندوق الوصف لمن يريد الاطلاع على المزيد. ننتقل إلى التقنية الخامسة وهي رود براندر، وهي عبارة عن آلة تقوم برص الأحجار والطوب على الطريق دفعة واحدة، ويمكن للآلة العمل ما بين متر إلى 6 أمتار. مبدأ سير الآلة هو كالتالي: يقوم 3 عمال بالوقوف على الآلة حيث يقومون برص وترتيب الأحجار عليها، أما الآلة فهي تقوم فقط بالسير نحو الخلف وإنزال شريط الأحجار المرصوصة. تتميز هذه الآلة بأنها صديقة للبيئة إذ أنها تشتغل ببطارية ليثيوم أيون أسرع ب4 مرات من طرق العمل التقليدية، لا تحتوي على أسلاك أو كوابل متدلية منها، لا يوجد بها هدر للوقود ولا يوجد بها محرك صاخب. أما سعرها فهو يتراوح ما بين $70,000 إلى $80,000. كان هذا كل شيء أصدقائي في حلقة اليوم، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك إن أعجبكم الفيديو، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم إن رأيتموه فيديو مفيد. كان هذا كل شيء، انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله، فهناك المزيد دائما. في أمان الله.